التليفون نروح الاول لكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي. صباح الفل على حضرتك والف مبروك. صباح الفل يا كريم. صباح الفل يا نهاد. الف مبروك على كلنا. صباح الخير على حضرتك ومبروك لينا كلنا وخبر حلو كده وبدايه، يعني انا شايفه انها بدايه كويسه جدا ان شاء الله مبشره. الحمد لله طبعا، يعني في طبعا ثلاث نقاط في منتهى الاهميه. عايزين نعرف بقى رؤيه حضرتك لمباراه الامس كانت عامله ازاي؟ بص طبعا بعد غياب طويل او بعد توقف طويل واستبعادنا عن المباريات او فتره بعد عن المباريات، مهم جدا ان انت ترجع بفوز، يعني بتبقى مهم قوي لان ده بيعمل اجواء كويسه، بيعمل طاقه ايجابيه، بيعمل انتصارات وثقه اكتر واكتر. لكن الحمد لله رب العالمين، كان احنا امبارح الشوط الاول كان عندنا بعض الفرص، الشوط الثاني كان محتاج شراسه اكتر، الراجل يتكلم معاهم بين الشوطين، يتكلم مع اللعيبه بين الشوطين، كان في شراسه اكتر على المرمى. الحمد لله ربنا وفقنا بهدفين، وده اهم في اللقاء يعني الحمد لله. طيب خليني اسال حضرتك برضو، حضرتك شايف ازاي كابتن سيد اداء اللعيبه بعد توقف بنقول 4 شهور؟ يعني العوده دي كمان من ناحيه الاداء والروح المعنويه وغيره، حضرتك بتقيمها ازاي؟ بص طبعا بعد غياب فتره طويله بيبقى الاداء على متفاوت على فترات، في اوقات بتبقى فيها سرعه كويسه، بيبقى فيه كرة احسن او تنقل كرة احسن او البساط بتبقى احسن، وفي فترات ثانيه بتبقى الحته البدنيه او البعد عن اللقاء بيبقى مؤثر وواضح، يعني وده وضع طبيعي. لكن في النهايه اعتقد ان احنا الشوط الاولاني والشوط الثاني استحواذ تام على الكوره، خلق فرص بشكل احسن، فرص ضاعت عن طريق قفشه وشريه ومروان محسن وبادجي، لكن قدرنا الحمد لله رب العالمين عن طريق الاطراف سواء كان محمد هاني او علي معلول ان احنا نسجل هدفين، وده برضه الكوره حديثه، يعني انت بتتكلم دلوقتي على العالم كله، الظهيرين ما بقاش بالفكر القديم بتاع الكوره اللي هم الناس اللي تنزل تبقى بتدافع بس او بتقدم واجبات المركز بس، لا ده المفاتيح لعب ومفاتيح فوز يعني، وده اللي حصل معانا، ودي من النقط الايجابيه. لو ضفنا نقط ايجابيه ثانيه يعني عاوز حد يفكر، ففي مكاسب كثيره الحمد لله من اللقاء يعني. الحمد لله. كابتن سيد قبل ما نختم مع حضرتك عايزينك تطمنا على اصابات اللاعبين والبرامج التاهيليه اللي هم خاضعين ليها حاليا. بص الحمد لله يعني كان باستثناء محمد محمود وكريم نزلت الامور كلها الحمد لله كويسه. حسين الشحات بيتكلم حوالي اسبوعين ولا حاجه وهيبقى موجود مع الفرقه ان شاء الله الرحمن بشكل احسن شويه او تدريجي بشكل كويس. ده باستثناء يمكن هم دول اللي فيه، محمد محمود وكريم نزلت الموقف لحضرتك يعني مش كامل بشكل كبير ان هم هينزلوا امتى مع الفرقه يعني، لكن الحمد لله الامور كويسه يعني. حتى بعد اللقاء يعني ما عندناش حاجه الحمد لله ممكن تستبعد حد الماتش الجاي. يا رب دايما الامور كويسه، والف مبروك مره ثانيه لحضرتك ولكل محبي وعشاق النادي الاهلي. صباح الفل عليك. شكرا لحضرتك كابتن سيد.